بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سأزينكم في البداية لو نعمل إعجابات للفيديو ده، عايزين يوصل لكل أبناء صعيد مصر إن الكلام النهاردة عن محافظة سوهاج. قبل ما أبدأ كلامي عندي عدد من الأسئلة عن الموضوع اللي حصل للطبيبة في قرية ولاد أبو إسماعيل بمركز الملاغة بمحافظة سوهاج. السؤال الأول، ليه المحافظين اللي أغلبهم لواءات في الشرطة أو في الجيش، محافظين الجدد اللي تعينوا 3/7 اللي فات، بيعاملوا أبناء شعبنا المصري بالعنجهية وبالسوقية وبالبجاحة دي؟ يعني معلش بقى، ليه بيتعاملوا معنا بالشكل ده؟ ده السؤال الأول. السؤال الثاني، ليه دايما بياخدوا كاميرات ويصوروا المواطنين وهم بيرشدوهم أو بيقولوا لهم؟ ليه بياخد كاميرات معه وناس تصور ما يقوم به المحافظ سيادة اللواء بالتعامل مع أبناء شعبنا؟ السؤال الثالث، لو المحافظ أو اللواء زعق لواحد من أبناء شعبنا مواطنين اللي زينا قدامك، لو زعل، لو انت شفت اللواء ده او المحافظ ده او اي حاجة بقى من الناس دي واخد كاميرا ومسك واحد مواطن زيك او طبيبة زي اللي حصل النهاردة وبيهزقوا بيهينوا قدامك من غير اي وجه حق، هتعمل ايه؟ السؤال اللي بعد كده، لو كلنا تضامننا مع الطبيبة اللي تهانت النهاردة في قرية ولادة ابو اسماعيل بمحافظة سوهاج، هل ده هيرجع لها حقها؟ ليه الدولة بمسؤولينها اللي هم تابعين للعسكر للانقلاب العسكري بيتعمدوا إهانة المحجبات خاصة كمان في محافظات الصعيد؟ ليه دايما بنشوف المحجبات بيتهانوا زي ما حصل النهاردة للطبيبة في قرية ولادة أبو إسماعيل بمحافظة سوهاج؟ إيه موقف نقابة الأطباء في القاهرة تجاه ما حدث للدكتورة في قرية ولادة أبو إسماعيل بمحافظة سوهاج؟ وهل يكفي ما قام به أعضاء نقابة أطباء سوهاج؟ يعني علشان دي محافظة بعيدة ومحافظة من محافظات الصعيد هتهمش كمان في حقوق العاملين في مجال الصحة؟ يا ترى هيكون فيه موقف لنقابة الأطباء في مصر؟ الحكاية باختصار إن محافظ سوهاج الجديد اسمه عبد الفتاح نور الدين سراج أو سراج، عامل زيارة استكشافية للنظام الصحي في محافظة سوهاج، فبيتكلم مع دكتورة في الوحدة الصحية لقرية ولادة أبو إسماعيل بمحافظة سوهاج وتعامل معها بمنتهى العنجهية وبمنتهى الإهانة، وده كله طبعا كان له ردود فعل كبيرة جدا بعد ما المحافظ ده نشر الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. طبعا الموضوع ما عجبش ناس كتيرة جدا، خاصة أنه من حوالي أيام سبقوا محافظ الدقهلية برضو نفس الكلام، لواء برضو لما دخل واقتحم البيت على سيدة كان معها عيش وصور يا ابني وما تصورش يا ابني، وحاجات ملوش حق انه يعملها. طبعا انت لازم تعرف ان تصرف المسؤولين التابعين للسيسي دول سواء كانوا محافظين او لواءات او سي يسميهم زي ما تسميهم مخالف للدستور والقانون وتعدي واضح على المواطنين في بيوتهم في صورة اللي عملوا محافظة الدقهلية او على الطبيبة في محافظة سوهاج في قرية ولادة ابو اسماعيل، ده رقم واحد لازم تكون عارفه. طب ليه بقى الناس دي بتتعامل مع أبناء شعبنا بالشكل الفظيع المهين؟ يعني انت لو في مواطن من مواطنين أبناء مصر بيعمل حاجة مش في شغله أو مقصر في شغله، يعني انت ما تقدرش انك تحيله للتحقيق أو انك تتعامل معاه بمنتهى الأدب وبالقانون وفي حدود مهام وظيفتك؟ لازم تقل أدبك؟ لازم تهين الطبيبة اللي قدامك دي اللي لابسة حجاب المنتقبة؟ لازم تهينها قدام الناس كله؟ لازم تهينها؟ ايه علاقة اهانتها بان هي مقصرة في شغلها؟ ده لو كلامك صحيح، ليه بتتدخل انت اصلا وتقول علقلها محاليل او معلقلهاش محاليل؟ انتوا ليه بتتعاملوا مع المنظومة الصحية على انها صفة وانتباه وعسكر وحرامية؟ نظام صحي ودكتورة درسة في كلية طب 7 سنين، ايه اللي دخلك انت في شغلها لو هي مقصرة في شغلها؟ لكنه منطق الغابة، منطق السادة اللي هم فوق الدستور والقانون والعبيد، اللي هو احنا مش شايفين حد قدامنا، انت مين؟ انت مواطن ليس لك اي قيمة في دولة العسكر، حتى ولو كنت دكتور، حتى ولو كنت عالم. وشفنا اللي حصل كتير جدا من الناس والقامات في بلدنا جمهورية مصر العربية. طيب نتعامل ازاي مع الواقع ده؟ وارد جدا انت لو كنت مدرس، لو كنت دكتور، لو كنت مهندس، اي وظيفة، منطق السادة والعبيد اللي هم ناس شايفين نفسهم فوق الدستور والقانون،
مفروض ان المحافظ ده متعين مخصوص علشان يخدمك انت في وظيفتك. طيب نتعامل ازاي؟ واحد، ترفض منطق العبيد، انت زيك زي المحافظ زي اللواء، كلنا ابناء جمهورية مصر العربية، كلنا لنا كامل الحقوق وعلينا كامل الواجبات لبلدنا، كلنا لازم نكون سواسية، فيش حد فوق حد. ده رقم واحد. رقم اتنين، كلنا نحترم الدستور والقانون، كلنا زي بعض، مفيش حد ابن البطة السودة وابن البطة البيضة. انت لازم يبقى عندك رفض ولو داخلي من جواك. انا عارف انه صعب انه يتحقق في جمهورية الموز اللي احنا عايشين فيها. لازم كلنا نتضامن مع الطبيبة المنتقبة المحجبة اللي أهنها محافظ سوهاج اللواء عبد الفتاح نور الدين سراج، محافظ سوهاج. لازم كلنا نتضامن معاه وناخد مواقف جادة علشان الموضوع ده ما يتكررش مع أخواتنا وأبناء شعبنا مرة تانية من أي من المسؤولين دول التابعين لقائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي. النقطة الأخيرة، يبقى عندنا إحساس بالمسؤولية في شغلنا تجاه شعبنا. أنا شغال دكتور في وحدة صحية، أؤدي عملي حسبة لله أولا وخدمة لأبناء شعبي ثانيا، أعمل شغلي كما ينبغي، تخليش أي حد من الناس دي يجي يتكلم أو يعدل عليك. عايزين نبقى على قلب رجل واحد، كلنا ولاد شعب مصر بنخدم بلدنا. أختم حلقتي بسؤالين. السؤال الأول، يا ترى هل يجرؤ المحافظ ده عبد الفتاح نور الدين سراج اللواء بوزارة الداخلية، هل يجرؤ في انه يدخل اسم شرطة او يدخل وحدة عسكرية في محافظة سوهاج ويحاسب او يعامل ضابط شرطة بنفس الطريقة دي؟ ده السؤال الاول. السؤال الثاني، يا ترى لو انت كنت مكان الطبيبة دي ودخل عليك محافظ سوهاج اثناء رحلاته وجولاته المكوكية الاستكشافية اللي بيتابع فيها المسؤوليات الكبيرة بتاعته، واهانك قدام زميلك وقدام العملاء بتوعك لو انت بتشتغل في مكان فيه ناس، او لو انت دكتور زي الطبيبة المحترمة اللي كانت في محافظة سوهاج، لو اهانك اهانة مباشرة كده، يا ترى ايه افضل طريقة تتصرف معاه بيها في ظل جمهورية الموز اللي لا فيها دستور ولا فيها حد بيحترم القانون من اول عبد الفتاح السيسي لغاية محافظ سوهاج عبد الفتاح سراج؟ ننتظر رأيكم في التعليقات. السلام عليكم ورحمة الله.